ما الذي يعنيه أن يطلب وزير الاتصالات سواء بالاتفاق مع رئيس الحكومة أو لا أن يتسلم الجيش أوجيرو؟ هل يقال بعد الظهر فاتت قوة من أوجيرو على مؤسسة أوجيرو؟ يعني شو معناته هذا الإجراء؟ هلا الجيش كلنا بنعرف أنه السنترالات كلها فيها فيها عسكري، في, في عسكري موجود لأنه ولكن مش لإدارتها، الإدارة صحيح. الإدارة بإيد أوجيرو صحيح ولكن إن... أن يسلم الجيش إدارة هذا شو هذا شيخ هذا هذا منتهى الفشل وال, وال... يعني افلاس هذا افلاس انه نحن ما معنا نعطيكم رواتب زياده ما عنا نعطيكم رواتب زياده بالوقت اللي ما لا شيء يعني آ... آ... بعدنا عم نحكي انه الدوله عم تشبي وبحالتها كثير حالتها جيده في جبايه جيده البنك الدولي بده انه الحكومه تدين تتق... الحكومه الجديده بده يكون ما عليها التزامات ما عليها التزامات يعني ما توفي مصرف لبنان ومصرف لبنان ما يوفي المصارف والمصارف ما يوفي المودعين يعني عمليا بدوا البنك الدولي يبطل فيه مال للمودعين اول شيء يعني دول المنطقه يعني صارت ممجوجه قصه العقوبات عليها يعني على ايران على على تركيا فرض عقوبات على ايران عقوبات على على بعد شوية على السعوديه بده فرض عقوبات يعني ب... هاي على الرئيس الروسي صار الرئيس كد... صار اه؟ يعني الجنائية هاي القصص يعني خلت الدول هون بس تبلش فيها توقف عجرية وتعبر عن انه مصالحها قبل تحالفها مثل ما ماشي السعوديه يعني ما عاد العقوبات لها نتيجه اذا اسرائيل المتضرر الاكبر من الوفاق الايراني السعودي واللي سحب الفتيل اللي كان عم ينبنى عليه كل هالتفاهمات الابراهيميه وما بعرف شو انسحب هذا الفتيل الاسرائيلي بطبيعته وعنده اياها وجوديه انه قديش في يمنع قيام دوله عندها نووي انها تهدد امن اسرائيل ممكن. لبنان مرتبط بما يحصل في سوريا سوريا في قبضه ايرانيه روسيه على سوريا مش هيك لن تنجو منها لن ينجو منها ربنا سيبقى تحت القبضه الإيرانية لن ينجو منها طالما الايراني عقلك يعني ماسك الامر بشكل وهو عم بيقول ليش في امريكان هون